إذا دخل المصلي المسجد وكان المؤذن يؤذن للصلاة فهل يجوز له أن يؤدي ركعتي تحية المسجد والمؤذن يؤذن أم ينتظر بعد أن يفرغ المؤذن من الأذان؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل له أن ينتظر ويتابع المؤذن، وإذا فرغ من الأذان نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، من أجل أن يحصل على الأجر الذي ورد في ذلك وهو المغفرة وحصول الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة. هذا فضل عظيم لا يفوت. ثم بعد ذلك يأتي بتحية المسجد وبراتبة الصلاة القبلية إن كانت ظهرا أو براتبة المسجد، ويصلي ما تيسر له من النوافل إن شاء، أو يجلس بعد ذلك لتلاوة القرآن والاستغفار والتسبيح والتهليل. هذا هو الأفضل لأجل أن يجمع بين الفضيلتين، فضيلة متابعة المؤذن والدعاء بعد الأذان وفضيلة الإتيان بتحية المسجد. وإن أتى بتحية المسجد والمؤذن يؤذن فذلك جائز، ولكنه خلاف الأفضل.